السلام عليكم. عليكم شكرا السلام أختي ورحمة الله كيلو، تعالى وبركاته، مرحبا لله. شكرا على المجهودات ديالكم، شكرا للأستاذ كمال عيدي على الله يطول المحاضرة. عمرك، بارك الله فيك. تدخلي هو بخصوص امتناع الزوج ديالي عن أداء مصاريف الزوجية ومصاريف الأبناء، عندي جوج البنيتات، يعني مصاريف الدراسة ومصاريف البيت امتنع بشكل كلي. استمرنا على هذا الوضع تقريبا سنة، وأنا اللي تنصرف عليهم مصاريف الدراسة وكل شيء. بعد عدة مفاوضات ونقاشات ما وصلناش الحل، التجأت مؤخرا للمحامي باش نرفع فقط دعوى النفقة الزوجية، ماشي اطلاق النفقة الزوجية. فإذا بالمحامي ديالي كيقول لي راه ما يمكنلكش تطالبي بالنفقة الزوجية وانت مازال في البيت الزوجية، انت والزوج خاصك تكون واحد فيكم غادر بيت الزوجية. ايوه هذه المسألة اللي بغيت نسأل عليها، واش فعلا خصني نكون حتى نعم، غادر، شوف لأن فيما صعيب ليا يتعلق باش نغادر أنا والزوج. شوف فيما يتعلق بطلب الزوجة نفقتها خلال قيام الزوجية وخلال وبحضور الزوج، هذه الحالة ديالك انت، كاين عندنا قيام الزوجية باقي متزوجين والزوج حاضر في هذه الحالة. هذه المشرع اللي اعتمد على الفقه الإسلامي في هذا الأمر هذا فيقول أنه إذا كان الزوج حاضرا فالقول قوله بيمينه قبل رفع الطلب، قبل رفع الطلب، قبل ما تدير الطلب للمحكمة، القول على الأيام اللي فاتت القول قوله بيمينه، أما بعد رفع الطلب فهنا المحكمة، لأنه الزوجة التي تعاشر زوجها في بيتها وترفع عليه طلب النفقة، يفترض المشرع والفقه أنها لم تتخذ هذا السبيل للتوصل بحقها في النفقة إلا بعد أن أعياها الطلب، ويعني طلبت وعودت وطلبت وعودت. في هذه الحالة هذه الفقه والقضاء المغربي تيقول أن الزوجة في هذه الحالة هذه قبل من يعني وضع الطلب أمام المحكمة، القول قول الزوج بيمينه، أنه كتجيب المحكمة تجيبه تنفيذ وتقول له أدي اليمين على أنك تنفق عليها قبل تاريخ الطلب. أما بعد تاريخ الطلب فالمحكمة تحكم للزوجة والأبناء بالنفقة ديالها. ولا نعيمة، ويعني شنو هو السبب علاش رفض أنه ينفق على الدار؟ واش ظروفه معسرة؟ عنده شي مشكل؟ ولا رفض من أجل الرفض؟ ولا ضد بيناتكم؟ ولا كاينه بيناتنا مناصفة، كاينه مناصفه داخل يعني بيت الزوجيه، يعني انا عندي مصاريف وهو عنده مصاريف. مؤخرا حتى هذيك المناصفه ما بقاش قابلها، يعني يعني انتوما دابا ملي تزوجتوا درتوا النص بالنص، انا درت هادي انت دير هادي. تماما. تماما، انا كنتحمل مصاريف الدراسه على اساس انه هو غيتحمل مصاريف البيت، وانا مصاريف الدراسه والابناء. حاليا حتى ديك مصاريف البيت خلاها ليا، يعني وشنو كيقول؟ شنو هو المشكل؟ المشكل يعني كاينين مشاكل ماليه ماديه محضه. واش عنده مشاكل مادية؟ هو كيعاني من مشاكل مادية؟ لا، ماشي هو اللي كيعاني من مشاكل مادية. اه أنا كنت يعني خديت شي حاجة ديالي أنا شخصية، يعني خديت مثلا نقدر نقول واحد البيت، وما عجبوش الحال أني نشري أنا البيت ديالي نستقر فيه بوحدي. كيف يعني تستقري بوحدك وانت عندك زوج؟ ماشي غنستقر نسكن فيه، يعني يكون بيت ديالي انا بوحدي، خصنا اذا شريت شي حاجه كل شيء تكونوا يكون فيه انتم ديالي. مشتركين. هذا الاصل، تمام. هذا الاصل هو ان الذمه الماليه بين الزوجين منفصله، راه الاصل كل واحد عنده ذمه ماليه ديالو، هذا الشرع. وهو دابا المشكله نعيمه في الاصل هو انكم انتم من النهار الاول دايرين الورقه والستيلو. هذا هو المشكل، اذا المشكله من النهار الاول ماشي عاد اليوم، من النهار الاول انتم دايرين الورقه والستيلو، انا درت هادي انت درتي هادي، انا غادي ندير هادي انت غديري هادي، حيت الزوجيه ما فيهاش هاد الامور بهذا الشكل هذا، لان الحسابات ما كتخرجش للاسف. الحساب بوحدو تيشيط ليه، هذا الشيء اللي كاين. هادشي لا، وربما استاذ يعني استاذ تفضل. نعم تفضلي تفضلي. انا استاذ يعني هاد المساله هادي راه لانه جل المشاكل اللي كاينين في العلاقه الزوجيه غنقول بواحد النسبه كبيره كاينين جوج المشاكل، كاينه مشاكل جنسيه وكاينه مشاكل ماديه. جل الناس اللي كيمشيو يطلقوا قدام المحاكم يا مشكلتنا الفلوس يا مشكلتنا العلاقه الزوجيه. فهاد المساله ديال انه العلاقه ولات بواحد الشكل مادي بزاف، ولينا كنوجدوا ولادنا على سير تزوج بها موظفه باش تهز معاك الحمل، سير شوفها راه عندها الفلوس باش تهز معاك الدقه، انت لا حتى يكون واجد ويكون خدام ومستقر عاد زوجي، حتى يكون حتى هو عنده فلوس وعنده كذا، اللي يجي لا هو اللي خاصو يهزك، خاصو يشري لك، خاصو يدير لك، خاصو يفعل لك. كنساو بانه العلاقه الزوجيه راه ماشي على راه علاقه ربي كيطرح فيها بركته. شوف شوف انا الا كانت انا ربي كيبغينا كي اننا نمشيو لاتجاه الحلال، واننا نعفو نفوسنا واننا نديرو مجموعه من الامور، فبالتالي ملي كنبداو بالحسابات، لا انا خلصت الكرا انت خلص الظلمه، لا انا خلصت الظلمه انت خلص المدرسه، لا انا خلصت هادي لا انت، لا عرفتي انت ما دريش هادي انا ما غنديرش هادي،
انت درتي انا ندير. كاينين الناس اللي كيتحاسبوا حتى في المشاعر. انت قلتي لي اليوم حبيبه غدا نقول لك حبيبه، ما قلتيهاش لي والله لا قلتها لك. كاين واحد يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا عندي واحد وجهه نظر في الموضوع الاستاذ. تفضل تفضل يا استاذ. شوف اولا انا رجل مغربي، مغربي بمعنى الرجل المغربي العربي المسلم، لا يرضى على نفسه ان تنفق عليه زوجته الا في الضروره. استاذ الله يسلم الدنيا كدور. انا كنقول لك الاصل، انا كنقول لك لان هذه الظروف كتوقع. انا كنقول هذه القاعده والقواعد عندها استثناء، كاين القواعد عندها استثناء. انا تقول من حيث الاصل ومن حيث القاعده ان الزوج هو الذي يقوم بكل اعباء الزوجيه فيما يتعلق بالمصارف، فيما يتعلق بالتطبيب، في كل المناحي الماديه للعلاقه الزوجيه للحياه الزوجيه فهي على عاتق الزوج، لا ينتظر ولا يجب عليه، بل انه من العيب عليه ان ينتظر من زوجته ان تنفق على البيت او ان تخصص جزءا من اموالها للنفقه على البيت او على الابناء، هذا بحسب الاصل. ولكن هذه القاعده الا خديناها بهذا المنطق هذا غتكون شي شويه يعني غير عادله فيما يتعلق بنسبيه العلاقات الاجتماعيه. فالاصل ان حتى ظروف الحياه صعيبه استاذ اليوم رايد حتى ما يمكنش تصفق. العلاقات الاجتماعيه تقوم على التعاون. نعم. تقوم على الموده، لان الزواج يقوم على الرحمه والموده. الرحمه والموده عندما يكون الزوج معسرا فالزوجه اولى، حتى ان المشرع تيقول انه عندما يكون الزوج الاب معسرا فنفقه الابناء على امهم. في هذه الحاله هذه الزوجات يراعيوا الازواج ديالهم، راه كاين الازواج اللي فيهم النفس راه ما تيقولش مراته ما عنديش، راه تيقول لي اشنو خاص في الدار، كتقول لي كذا 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 كذا، تيمشي يتسلف، تيمشي يتكلف، تيمشي وما عندوش وعنده الانفه باش ما يقولش لها اري اعطيني شي حاجه ولا سيري تكلفي انت بشي حاجه. ولكن في ظل هذا التشعب ديال العلاقات الاجتماعيه، في ظل هذا التنوع الحاجيات الاجتماعيه للاسف حاجيات كماليه وليست ضروريه، ولينا ولا خص الزوجه كيقلب الزوج على تقلبوا على قلب الولد على امراه خدامه وهي تقلب على راجل مثالي همو وكذا. احنا دخلنا في الحسابات الضيقه في الحياه الزوجيه، ولات ما بقاتش فيها الموده، عفوا ولات فيها الشراكه، شراكه بنسب معينه، هذا عندنا نسبه 40% 30% 100% 50%. ملي تعود العلاقه او الحياه الزوجيه تقوم على الشراكه، فأي شركتين راه حتى المشرع في القانون الشركات راه تيقول لك الشركات العمر الافتراضي ديال الشركات 99 سنه، وحنا في المشرع تيقول لك الزواج على سبيل التأبيد، يعني ما فيش مؤقت الزواج، ما فيش مؤقت. هنا ولينا ملي دخلنا الشراكات بحال اللي دخلنا العلاقات الماديه او الماليه الخاضعه للقواعد التعاقد العقود والتجاره وكذا، وهذا يخرج عندما يدخل الباب من النافذه يدخل المال من الباب تخرج الموده من النافذه. فلهذا انا نصيحتي لجميع الازواج انهم يربؤوا بنفوسهم على هذه الطلبات الضيقه، جيبي لي اعطيني كذا، جيبي لي ما تعطيش داركم، هذا ماشي شغلك انت بهذاك الشيء، الذمه الماليه ديال الزوجه. هي ربما استاذ الا سمحتي هذه المساله هي ذمه المراه مستقله، والرجل له مسؤوليه انه يتكلف بالدار الى غير ذلك. ولكن حنا اليوم ملي كنتكلموا اليوم ظروف الحياه والمعيشه، راه الوقت غلات، راه بزاف د الحوايج ما يمكنش يد وحده تصفق. فبالتالي الا غير الزوج قدر انه يتكلف بكره الدار وبالضو والماء وبالمسؤوليه الاساسيه ما فيها الباس. المراه الا دارت شويه ديال الصواب وجابت وتقدات وحطات، ولكن ماشي بالاجبار والحساب، كيبقى على خاطرها. الا سكينه، نعم. الزوج عندما يعني الرجل عندما ينوي الزواج فهو يبحث عن في الكفاءة في نفسه، هل هو كفء للزواج في نفسه؟ يتعين أن يتوفر على عمل قار وداخل أو دخل أو مرتب قار. أنت سيدي سير على قد حالك، كتربح 3500 سير على قد 3500، إلا قالت لك المرأة هذيك خاصنا شي حاجة تفوق 3500 ولا ما في جهدي، اسمحي لي العيب ولا فيها هي. فعلا. أما أنت إلا مشيتي على قد حالك، يا اختي يا ايتها الزوجات، الرجال في 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 العمل وفي الحياه راه في معترك، يعني المعارك يوميه، يدخل الزوج منهكا فلا يريد الا نظره شكر وامتنان لهذيك القفه اللي تيجي معاه وهذيك القضيه اللي تيجي معاه. اما ان الزوج التي تتسنى الزوجه انها هي اللي تجيب، فللاسف نقراو الفاتحه على الزواج.
وعلى اي حال هذه رساله موجهه للرجال وليس الذكور باش ما تبقاش الامور حتى اكون اكثر انصافا، لانه الراجل صدقا راه الراجل ملي كيكون راجل، ملي تنقولوا حنا راجل، راجل ماشي راجل، راه في التعامل وفي تحمل المسؤوليه الى غير ذلك. ما يمكنش امراه تكون مزوجه من راجل كيتحمل مسؤوليته وما غتعاونوش وما غتساعدوش وهي فرحانه وهي باغا وهي كل شيء. ولينا كنمشيو فوق من جهدنا، ولينا كنا بغينا نسافروا الويكاند، ولينا كنا بغينا نسكنوا في ديور بثمن عالي، ولينا كنا بغينا نركبوا في طوموبيلات، ولينا كنا بغينا ما يمكنش. شنو طرى للرجل المغربي وشنو وقع للمراه المغربيه؟ للاسف هذا استغرب لهذا الوضع اللي حنا فيه دابا. الكل يطالب، الزوجات تطالب والازواج يطالبون، وشي يطلب من شي، والمشكل ما بالش لي شي حاجه اللي تستحق هذه الضجه اللي قائمه حاليا. هي انا اقول انها راه فيها ما هو مفتعل، فيها ما هو مفتعل. انا والله استاذ ما يحز في نفسي بصدق، ما يحز في نفسي بصدق هو انه انا مع الطلاق كحل، انا مع الطلاق كحل، ولكن علاش حتى كيكون هو الحل كنديروا كاع داكشي اللي خاصو يدار وكنخليو اخر الدواء الكي. والله العظيم ما يحز في نفسي هو انه في واحد اللقاء ليس ببعيد مع رئيس المحكمة في منطقة معينة، تفاجأت بأنه الأرقام والله العظيم إلا صبحت كتخلع المختصين، شي رؤساء المحاكم والمحامون وكتب بالضبط والناس اللي كيشتغلوا في محاكم الأسرة، والله العظيم إلا ولاو كيتخلعوا. يمكن شي غير طبيعي ديال الملفات ديال الطلاق اللي ولات كتعرض على الأنظار ديالنا ولأسباب تافهة. ولينا كنستهنوا بالأسرة وكنستهنوا بالوليدات وكنستهنوا يعني راه هادشي كيضر في القلب وكيضر في الخاطر وكلشي، ولا عديم المسؤوليه لا الراجل لا المراه لا. انا اشتغل في مدينه مغربيه صغيره، على الاقل اسبوعيا 15 20 ملف ديال الطلاق تصرح به المحكمه بين الطلاق الشقاقي والطلاق، المهم جميع انواع الطلاق، مصاطب الطلاق، تقريبا 20 علاقه زوجيه تنفصم اسبوعيا بمعدل 80 الاسره تتشتت في الشهر، وحسبي في العام شحال عطات. هذه في مدينه صغيره، انا اقول اقطن مدينه صغيره اشتغل بها، فما بالك بمدينه كالدار البيضاء، كالرباط، كمراكش، كاكادير، كطنجه، كوجده، كمكناس، كفاس، هذه مدن كبرى، دائره قضائيه متسعه. انا اقول لا، لو درنا مقارنه راه دائما اكررها، راه حنا دائما ملي تنجيو الايام الدراسيه والندوات وكذا كنشوفوا كنديروها غير في الكتاب الثاني من مدونات الاسره، واللي هو الكتاب المتعلق بالطلاق، وكننساو الكتاب الاول المتعلق بالزواج، ما كنديروش فيه الندوات، ما كنديروش فيه الايام التحسيسيه، ما كنديروش حتى دوك المجالس العلميه ما تيلعبوش الدور ديالهم. كان في مدينه من المدن، لا داعي لذكر اسماء المدن، كان احد الساده القضاه واحييه على ذلك، كان يعرض ملي كيتحجز عنده الملف، ملي كيعود جاهز عنده الملف للنطق بالحكم فيما يتعلق بالتطليق او الطلاق، كيحيل الطرفين على المجلس العلمي. احنا عندنا مجالس علميه، شنو الدور ديالها؟ واش الدور ديالها هو كتابه خطب الجمعه وشراء الزرابي للمساجد؟ لا، راه عندها دور اجتماعي هو توعيه الناس والوعد والارشاد بطبيعه الحال، والوعد والارشاد وكذا. للاسف احنا في واحد المفترق ديال الطرق، الله ينبهنا بعيدنا. امين يا ربي، الله يحد الباس و الله يدير تاويل. ما عرفتش الحل احيانا انا كنقول لا جات الزواج كاع من اللي حنايا غنتزوجوا باش نولدوا الاولاد ونطلقوا ونتكرفصوا عليهم ونتعداو عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج تناكحوا تناسلوا فاني مباهين بكم الامم يوم القيامه، هذا ما قالهاش من فراغ، ولكن هو ربما الخطاب وجهه للناس اللي المسلمين حقا. احنا الله يدير لنا تاويل، راه ربما عندنا داك الشيء ولا ضبابي، خصنا الله يفيقنا بعيبنا، نرجعوا لديننا، نتبعوا طريقنا وربما نلقاو الحل. شوف الحل ما صعيبش، الحل ما صعيبش، والله ما صعيب وسهل جدا. الفايد هو اننا نتبعوا غير طريق سيدي ربي وغادي نلقاو الحلول. وانا استاذ يعني قبل ما نختم واحد الرساله للازواج، انا رسالتي للرجل ملي كتبغي ترتبط وكتبغي تزوج سير على قدك، ما تبقاش تمشي فوق من جهدك، حيت باش الناس راه ما كيدخلوا معاك لدارك، ما كيجلسوا معاك في بيتك، ما كيعيشوا معاك،
ما كيشوفوا معاناتك، ما كيشوفوك من من تسلفتي، ما كيشوفوك شنو هزيتي، ما كيشوفوا حتى شي حاجه. فبالتالي عيشوا لراسكم. كتصور 3000 درهم، عيش ب 3000 درهم وحمد الله وشكروا على داك الشيء اللي قدروا لك ربي. وانت كذلك ملي تزوجوا رحموا هذوك الرجال. انا مزوقه لانه كاين بعض السيدات الله يهديهم راه غير حوليد العيد راه مصيبه كحله، راجلها ما فسطاش واش كتخليه يمشي يتسلف باش ياخذ حوليد العيد ب 2000 وب 3000 درهم باش ما قدر الله نقضيو الغرض. ولا كاع ما قدينا، الا ما عيدناش حنا كاع، الا ما ذبحناش هاد الحولي شنو غيوقع كاع في الدنيا؟ تتلقاه شوف شوف تتلقاهم ما تيصليوش الدار كلهم وغاد السنه شادين فيها. لا راه يكلف الله نفسا الا وسعها، يخليو الفرض وتيمشيو للسنه للاسف. فبالتالي نكونوا رحيمين ببعضياتنا. الله يخليكم، راه تزوجنا تزوجنا على الموده والمحبه، وتزوجنا على الرحمه، وتزوجنا على اننا نتعاونوا مع بعضياتنا، وعلى اننا ننزلوا القفه بجوج، وعلى اننا نمشيو بجوج، وعلى اننا نربيو الوليدات بجوج، وعلى اننا نساليو هذه الحياه بجوج. فبالتالي حرمت العشره خاص يكون شي سبب مقنع. علاش ندير اللي عليا انا كامراه وانت دير اللي عليك كرجل ونتوكلوا على الله وربي كبير، ولكن باش نخليو الادوار ديال كل واحد كيديرهم الاخر هنا راه هذه هي المعنى المعنى الحقيقي ديال المأساة اللي كنعيشوها اليوم في المجتمع المغربي، واللي ما بغيناش نفيقوا منها عباد الله. راه الاسر كتهدم، راه العائلات كتضيع، راه دوك الوليدات اللي نتوما تطلقوا كتقول صافي انا تفكيت، راه لا، راه كاين وليدات اللي كيعانيو، راه نتوما براسكم كتبقاو تعانيو. راه صعيب باش الانسان يعاود حياته من جديد، صعيب الانسان باش يعاود يقام ما احسن او يقال الانسان اللي كاينين الناس اللي كاين لو كو دو شونس كيقدروا يتلاقاو مع ناس ما احسن، ولكن كاينين الناس اللي ما كيبدلوا حبابهم غير بمكرف منهم. وبالتالي نفكروا مزيان قبل ما نخطيو الخطوه ويكون باقتناع تام ونعرفوا اصلا شنو كنديروا. الا ما قادينش على الزواج لا مرا لا راجل ما نتزوجوش، كان اكرم لينا واكرم لهذوك الوليدات اللي غنجيبهم نتعداو عليهم. تزوجنا كنتحملوا بعضياتنا وكل واحد فينا كيتحمل المسؤوليه ديالو.